حكيم قالت رضي الله عنها: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من نزل منزلا، أي منزل، فقال: أعوذ، يعني ألتجئ وأعتصم بكلمات الله. وهذا فيه إثبات صفة الكلام لله سبحانه وتعالى على الوجه اللائق به: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أي من شر كل مخلوق، كان من الجن أو كان من الدواب. ما الثمرة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لم يضره شيء. وهذا خبر من الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام، لا يمكن أن يتخلف. فهذا فيه فضيلة هذا الدعاء مع اختصاره. قال القرطبي رحمه الله: وقد جربت ذلك حتى أني نسيت ذات يوم ودخلت إلى منزلي ولم أقله، فلدغتني عقرب.